السيسي يؤكد لترامب موقف مصر داعم لوحدة ليبيا ومساندة جهود جيشها الوطنية. المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على تشكيل مجلس سيادي. موسكو ترحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة. الواحدة ظهرا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أشار الرئيس السيسي إلى مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، كما أكد دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني والاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على أسس من التكاملية وتقسيم الأدوار. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أشاد شكري بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واصفا ذلك بالخطوة الكبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، وشدد على أهمية تطوير البنية الأساسية للنقل والانتقال والاتصالات لتحرير التجارة والاستفادة من الثورة التكنولوجية. وأكد شكري أنه لا مجال للحديث عن الاندماج والتجارة والتنمية دون توفير البيئة المواتية لذلك من خلال وقف الصراعات. أعلنت وزارة البترول إن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من 9 من صباح اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان إن سعر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 أصبح 9 جنيهات للتر. وأضافت الوزارة إن سعر السولار وصل إلى 6.75 جنيه للتر، والكيروسين إلى 6.75 جنيه للتر. وأشارت وزارة البترول إلى أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها للأسطوانة، وسعر البوتاجاز التجاري أصبح 130 جنيها للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه للطن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء. قال المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد حسن لبات إن المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي انتقالي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل، وكذلك حكومة كفاءات وطنية مستقلة. وأضاف المبعوث الإفريقي إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على إرجاء انتخاب مجلس تشريعي جديد أو البت في تفصيلاته إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة. وخلال لقائه جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا في موسكو، قال لافروف أنه يجرى العمل لعقد قمة حول سوريا بصيغة أستانا،
من جانبه أعلن بيدرسون أنه سيتوجه إلى دمشق بداية الأسبوع المقبل معربا عن أمله في نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.